عالم إنه قصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. داو ضيال كسر دواء هذا برنامج كيني عالم إنك قرصون حلقة دي صدي حاد ويان إن شاء الله تعالى وحين كو قد شرني ولي بابك السحركة هل آيات بين قصيدة إذا وحكا ورني وحين شرحين علاقة دي شنك هي السحركة ودحية تروح إنه عدينا آياته دي شين كيلو وقت النبي جو شري عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وحين مرينا آياته الله سبحانه وتعالى وشيقي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. آية سبعي كسود دكتي تدكو وقت النبي كهري عليه الصلاة والسلام مركي ميل وادية أما دي قوبة سود دكيان وحويان مغنقلي ويدي سنشرين إيه مغنقلي ويدي سنشرين وحي مغنقلي ويدي سنشرين سيد هذا الوادي وحي ورن شرين نكا قوب تا سيدك كا إيه كمسؤول كا ودي مكا جين كي لغوضو أيانو مغنقلي ويدي سن يعني أدانو صوق الله يبدأ بقرتو يدي سياما حين داب كيسي نكاسا وحن ويدي سن مغنقليو مركا وحي ورن شرين نعوذ بعزيز هذا الوادي أما بسيد هذا الوادي نكا بقرتو يدي لكا نسكاله أما نكا لكا مامولة أما لكا لكا يحرن تهي أيانو مارتي مغنقلي ويدي سن طبعا ترى رجاس أي تذكر قلنا كاس مجاجيدة ويدستينا تدي باتوين بيو جيسن شرينو فزادوهم رهقة بقشو يدي باتي قلنا كاسنا عيس أي مارتي كشقيستين وأنا كان رجال من إنسي يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة بقشو يرجع حي يدي باتو أي ولي مادين وحين وقفنا ولا ريال كيم كشريتان كيسة إن آيات أو كتاب كإله سبحانه وتعالى إن لا يراه صورة الجن وحين أغفر إن الله سبحانه وتعالى كتاب كيسة الفاضة إن كلمة الجن لبي لباتن شير لغا شاقي إن كلمة الجان تضبش شير لشاقي كلمة الشيطان إن لحذنية سيدية شير إن لشاقي شياطين وجمعنا تضبية طبان شير إن لشاقي أرمها سبحانه وعضينا إيان إن وديشين أرين شرتاء ويهي وكتاب كيسة سبحانه وتعالى إن تاسو شير لغو حصي أدي هذا حق السنة حتى إنه يقلب ترك هذا يروي يروي عنه وحاكم إذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحول ابن مسعود نبي عليه الصلاة والسلام سفر ولبحني هبين هبين هذا كم إذا أي النبي وين عليه الصلاة والسلام فالتمس له في الأودية ما لها أي مارة ضحية ضئيه أي إنه جيدها هو استوذي من كبر النبي عليه الصلاة والسلام وين ويني شاكبان قالي ترى النبي ميا مارة ميا لدلي ما ميا شرقول بال وسميه وعيدة ترى وحابين كا وحنا قصي حنا يدي ورور يهابين كي هابين نوقشر بضني موشرين مركي واقو نوبري أيو نبقى عليه الصلاة والسلام لين أحراء يسوى كسو الصعودية نوارقني فهو حنا كون يا رسول الله رسولك إلهيو ونكو ويني ونكو طيطيني وترى مير الله مير نكا هلا ينو ويني يتبع ورور بضن بان قصي حنا وحوي نبقى عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن نكي شيء شنك وكيلك كاها بإيمد تبي ترى وان راعي سيام قرآن كوجود الأخريه تبي ترى كعلي إن صوت سيبوي نبي عليه الصلاة والسلام تبي ترى نبي وحوت الصي رات كوذي يدب كوذي أشي تاني وحو كرصدين وحيالها مكاو يويديين بوي لوحة كم إذا وحي زاد بي ويديين قود بي ويديين أما وحي عنان تبي ترى وحن كويلي نبي وحو كويلي وحي وحي ليذهين لف والبع ومقع إلهي سبحانه وتعالى لوح الصي أو أي قعنتي إن كل عي ودينا في كصوها لويا لكن نيف كون نقدر نيف بس إن كلا قبتي أو سي صحة لو قلي أوفر ما يكون لحمة يعني وحين ذيك مركع قعنتي نبو صوقة له لفتة هيلب لفتة هيلب كلا قعوني هيلب كوجب بضن أي كه لسان وإلى هذين سخيرة يا وحولي نبي عليه الصلاة والسلام حكلي وكويلي صار أول على فو دوابته إنه إليه ضحينا إيضا إذا كان سكله ولذلك نبي حكوا أمر الصحابة ذي سي فلا تستنجوا بهما صار ضع يي اللفتة طونا هامارة كو استجوني نبي عليه الصلاة والسلام فإنها طعام إخوانكم سيدا صحيح مسلم كسوغان أو حالي نقام من وعين نكو يستيشونه لفها
iyo waxa weeyaan iyo saalada oo ay tahay cunta nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu talagalay ugu ballan qaaday habeenka walaalaheena jinka. Ibn Mascuud ba wuxuu soo wariyey wuxuu yihi waa isla xadiidkaasuun wafdi jinkaaba u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay sheegeen way cawdeen waxay yidhahdeen jinkii nebi maxamedow nebi allow ummadaadu waxay ku istijoodaan waxa weeyaan lafaha iyo waxa weeyaan saalada ama rawadka uu yidhi hay annaga subxaana watacaala risiq nooga dhigay dabeetna nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey in la isticmaalo oo wuxuu sheegay in iyagu iska leeyihiin oo wuxuu yidhi laf waloo magaca ilaahay lagu xusana iyagaa iskale tacaabu lmuminiina min ajin dadka muminiinta quud wuxuu yahay dadka muminiinta ahee jinka ah kaafiriintoodana waxaa cunto u ah wixii magaca ilaahay subxaanahu watacaala aan lagu xusin. Walidaalika xadiidkii saxiixii walaalayaal wuxuu inoo sheegayaa hadduu qof idinkeedii ka midii gacan wax cunayo falyaakul biyamiinih gacantiisa midig ha ku cuno, hadduu waxcabayana gacantiisa midig ha ku cuno, waayo shaydaanka bidixda ku cunaa kuna caba. Haddaad qof islaamiga ku tiraahid war hebelow bidixdaad ku cabaysaa biyahee gacantaada midig u bedelo wuu kula yaabaya. Waa maxaa sheegaysa, maxay tahay labada mid baa lagu cunaaye, xun baanu ku cuni doonaaye. Waxa weeye waxa laga yaba in adigii uu dagaal kale uu kula galo, laakiin waxa weeye qofka bini-aadamka inuu yacni uu taagnaado amarka ilaahay subxaanahu watacaala oo wixii saxee loo sheego samicna waaacna uu yidhaahdo uuna muran iyo agressif iyo dagaal aanu la imanin ee qofka bini-aadamka noqdo qof joogsada marka arrimaha ilaahay subxaanahu watacaala wax looga sheego. kadalika xadiidkii jinka waxaa ka mid a nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix muslim ee caaisha soo wariday wuxuu yihi nabigu malaa'igta ilaahay wuxuu ka abuuray nuur, jinkana ilaahay wuxuu ka abuuray naar, aadanna waxaa laga abuuray wixii laydinka waramay ama laydinka sheekeeyey ama laydintu saaleeyey. Oo dee waa runi xadiid fara badan baa ka sharaxday nabigu calayhi salaatu wasalaam. xadiidkii safiyata bni xuyey waxa uu sheegay inuu nabigu yidhi ina shaydaana yajrii min ibni aadama majra dam, shaydaanku qofka bini aadanka ah alka jirku maro alka dhiigu maro ayuu jinkuna la socdaa uu maraa. taasi waxay ku cadaynaysaa qof waxa weyaan shaydaankii inaan qofka bini aadanka kaba fogeyn. marba haddii la yidhi jirka bani aadanka seerkulkiisu meesha uu marayo iyo wadooyinka iyo wadeeqooyinka jirku dhex socduu marayo shaydaankuna taasaa wado ah u socdaa, dee waxa weyaan maydaan ka baxsan karayno maaha. laakiin waxaa laysku dhaafay sidii laysaga ilaalin lahaa, sidii loola dagaalami lahaa, sidii waxa weeyaan amarka ilaahay subxaanahu watacaala loogu istaagi lahaa. kadalika xadiidka abu hurayrata radi allahu tacala canhu ee saxiix bukhaari iyo muslimba ku sugnaa wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilmo waloo dhashaa buu yihi nabigu marka uu dhasho waxaa gujiya shaydaanka dabeetna isagoo qaylinaya ayuu adduunyada usoo baxaa. ilmo walba idinka arko marka uu soo dhalanayo qaaq isagoo ayuu soo baxaa, laba qof oo keliya mooyaane ila ibnu maryama wa ummahu, nabi ciise iyo hooyadii labadaa waxa weeyaan shaydaanku farmuu saarin manuu gujinin, maxaa yeelay hooyadeed Maryam ayaa ducadeedii ilaahay subxaanahu watacaala u aqbalay wainii uciiduhaa bika wa duriyatahaa min ashaytaani rajiim, waxaan magangeliyey buuxda ku weydiinayaa iyada iyo duriyadday dhasho shaydaanka inaad ka nabadgeliso. dabeetna ilaahay subxaanahu watacaala ducadeeb uu aqbalay, sidaas darteed ayaa Maryam iyo ilmaheedii Ciisa labada midna shaydaanku aanu taabanin shaqana aanu ku yeelan. kadalika xadiidtu markaa way fara badan tahay, xadiidkii xadiid ibn Mascuud ee saxiix muslim ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lanoo waramay buu yidhi nabigu annagoo la fadhiina ibn Mascuud iyo saxaabo kale waxaa lanoo waramay nin habeenkii seexday ilaa intuu waagu beriyey, bimacnaa salaadii subaxa intuu kanin. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhalika rajulun baala shaytaanu fii udunihi, ninkaasi waa nin shaydaanku uu ku kaashay dhegihiisa uu ku kaajay, fii udunayhi aw fii udunihi, labada riwaayadood buu jirtaa inuu dheg ku kaajay iyo inuu labadiisa dhegoodba uu ku kaajay. halka waxaynu ka qaadanaynaa in qofka binaadamka ku dadaalo salaada subax inaanu ka seexanin oonu dee maaragtay si haddii kale waxaweyaan waxaa cad in shaydaanku qofka uu ku kaajay dhegtiisa walciyaadu billah. xadiidka waxaa ka mid ah inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay xadiidkii odhanaya haddii qof idinkeedii ka mid a uu hamaansado waxa weeyaan falyumsik biyadihi afka sidaha yidhahda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam faina shaytaana yadkhul shaydaanka halkaa ka gelaya oo dhaafaya ayuu nabigu calayhi afdalu salaati waatamu tasliim uu inoo sheegay. xadiidku baabkan walaalayaal
حديث هذه هذا فرق بضن ويان قف كطالب كينا وحوية ودب وقلنا قل كريا تفسير كذا يبرش ذي ذبا وحال كينا وقع عاد شين كيا شيطانكو إنه هي حقيقة ألا جمبر مكرين حديث تاسي شيكتي آية ذا هاسي شيكي ولي بوان صوكو بي حديث تلا مصدح عن كسوق عطي مافر آية ذا الله بكليا كسوق عطي آية ذو بيفر بذيين حديث تنوي فر بذيين شيكي سو شين كيا شيطان كور رميسا إلهي سبحانه وتعالى وكور رميو نبي محمد عليه الصلاة والسلام سنة ذي مطهر كا وكور رميو مركام حق الله ما باه نقف شكيك لي مادة قف مرة لي مادة وعناد إيو هواجيس شهوديس أي مارت عرنتها والعياذ بالله أي لا تماطو الأدلة ذي هروح عليها دليل كالسحر كا أدلة كشين كا يا شيطان كا حوجي بيجي ذنو حنو إير كور رمينا أرنت السحر كا وحويا الأدلة ذي ذا أيا نو إير كتابن دورنا أنت لنا حلقة السوق بقبينين إلهي سبحانه وتعالى أذبو كور رمي ساحرين تو وحويا أنت أرنت سحركو وأري وليد بشرتي إلهي أيذو كور رمي حكم ذا دعوين كي كل دعوين النبي موسى عليه السلام النبي موسى ولالك بهاين وهارونا والنبي موسى ويديست إلهي سبحانه وتعالى ينو ولالك هارون يعني كحوتشيه وسذوه وعاويه وحويا فرعون خاتيا بيستاغي حاشية ديسي وعكولا شري أنا ربكم الأعلى وعكولا شري ما أريكم إلا ما أرى وحويا وحانو أركا تلا يعني ذكنا ذي شيقي يذكنا يعني سيدا كالصعدة وعقولن شري ما أهديكم إلا سبيل الرشاد مربو حالذين تصيّيان إذن كو إذن كوها قيامان إذن كو وضع والضضع توصن صحضاء أي مربو ولبا وعقولن شري طبعا تلم وحي يجيبوا لك مركن السوية لي تلذي بكو بهذي وحلقوا لي موسى إيو ولالكي أيال كان كغيرين إيو كان له وكان له طبعا تلم حدهم عينوا بالأرنتها سوء أفكاره طبعا تلم وحي يالي ساحرين تنتو ذي وونيد وروحوا المحينوا يالله لابدن بيذن كأت كان كرين إذا كان يشهد وحنا وضع وسحرة محا أنو يلا وحيل هذا لبذا نواز لبذا ساحر لبذا ساحر نو حي دون يان إني إن إني إني إن نجس ساران وددي إنني وحنا هوشان أين وضنه مركا لبذا وين إنه السقوط تجناين وآخره ودرنا أي لهذين محنو يلا بقولي فرعون وحيقول هذا أرجه وأخاه وابحث في المدائن حاشرين السقي ولا الكي وحويان هينو أرنتها هوس ويردقنو هينو دبو يردقنو دقدقو ما في عينيه كودي أنت بيتنا أرضو ساحرين تي ينودون مصر طلال بضني ملا بضني بحكومة يسي ساحرين تي لشيك يعني يمادين كوي مصر وكليا ما هو مصر يمي لها والدماذا كله دولة مصر أي حكومة يسي وحويان علامة دو حشيكتي تردو دو ساحرين تها إني سيدي تكون هاين روايدو حشكتين إني تطباتن هاين روايدو حشكتين شني أفرتن كون هاين روايدو حشكتين لبيه طبعا كون روايدو يقول روايدو حشكتين ساحرين تأمون سهر استاقي لبيه طبعا كون أو ساحرة هاين قلوبه كان نمسي هاين وحوي لبضني ولا لها وموسى عليه السلام يهارون عليهم السلام مركي اللي سي قرمان وكاد قنابا اللي يلي موسى وهلا ويدي بيل هذين محويلي موسى مالين دورة بالقويلي محو دورتي يوم الزينة ومالين عيدة ويتدكم ميلو بكي مادان إن مالين تالا كلمو وأن يحشر الناس وضحى تدكنا إن ما أرتي على عيدة مالين هبين مورن مالين بويل السيانة عيدنا وقمر منه أرنتا دعيسا يقوبتا يوحل بسي في الله أركو قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وضحى مالين تزينة ذي عيدة يتدكين لسوي ما تدكنا كلميو أي ليلي يجوم حي كرانيان سحر وسحر وين بماها وح كمستريا واللي سوق جي لكن هذا السحر وين بلي مادين وجاء إليه ويدو بسحر عظيم موسى عليه السلام ووروري مركو أركي فألقوا حبالهم وتوحي لهذين موسى حكوي وحي له موسى ما ضاع دين بلوم إنسان غابلونا قال بل ألقوا إذا كحين بلوبة وحي هي يعني ما عرفت دنجذها هي محارته هي حركه هي تورين فألقوا حبالهم وعصيهم وحالموا ذي واللوم ملي يخيل إليهم السحر منها تسعى إني دقدقاقيان وسيدي ماركتي مصاصك وكاله أيو دقدقاقيان موسى عليه السلام ونحي وروري إلهي سبحانه وتعالى حكو أمر مرك ورور وكدعه إنه قعنتها وضنها سيدا وصاره إلهي سبحانه وتعالى حسلوني أيو مركا وصينا سينيا مرك وروري ورور كم وغضي أيو إلهي كوي لا تخف
في ندب وكبقي وكبقي دعوتي إنه كفر شلمه طبعا يتندد قلنا كلا إجواك يقول يستو أرجع لبعض يكون عضو لا تخف إنك أنت الأعلى إلهي سبحانه وتعالى قلبي يسحسلوني بقولي وحكولي هبقنن أضع سرنتي يقوش إسكاله أضع سرنتي يقوش إسكاله أرين بعد عضيك هو رئيسه وقت كان أرين تاني عضيه أرين تو حياة هيد إن ترين بوي أي سوقاتي موسى عليه السلام ترينك وحو كسوقاتي مركي هوري أي إلهي سبحانه وتعالى النبي موسى وحويديه وما تلك بيمينك يا موسى وموسى وحنات قعنتك وهي سامحيتهاي قال هي عصايا وحوية وردن قديدي ونو استعماله إن يعني أريك أنا كاكاك عاويه لذا أنا أقصر دفته وهوش بها على غنب وليه فيها مارم أخرى أي إلهي سبحانه وتعالى لي. قال ألقيها يا موسى مركو موسى طوري مارنتها فإذا هي حية تسعى وحين مسوينو عرري أيو النغضي موسى وعرري إلهي سبحانه وتعالى وحويلي لا تخف هبقنن هورورن همروغونن سنعيدها سيرتها الأولى سيدي هرايا هيدا دنقذي عصا وهيد إنكو قسو علينينا موسى عليه السلام ترينكا إيو ماركتي أقون تنو عصا إساقي إلهي سبحانه وتعالى إكالا نحمرتي أيي تنكا لي ساحرين تنو يتمد مركا موسى وحوها قف ترينك سوقاتي قف أقون صوبرتي قف وحبر الشكور ساقري وارنتا سيسدا يودعضي مركا يدن بي إيو بقي لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إلى غيره وارتور إن قد هذا سي وحين قلنا يسام ين يدم مص وحوي وحين يتوذوا وحي السحر كيا ترى قبي جود وحضر نورور نيسا طب تقول سبحانه وتعالى وعكر لجاي ثعبان وحلاوي قنا مص وين 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 قبي جود وحلاوي وحي تورين أي سحر كودي أي كمستري جودي أي إيش هذا كسحرين خيال إيه وحين شرين أي مارتي إن ده سرعة ذي كوس ميين أي إلهي سبحانه وتعالى أنتم مص كدي جاي أي مص كاسي وحلاوي وحيردن وأفق الشذي واللقي سيدا صورة موسى عليه السلام قوشة وكهلي سيداسا يوم الزينة مالين عيدة ووليب الظهرة وتذكر لما أركيان أي وحين ساحرينتي أرنتي بأركان تامحاكو حيقي قول دوذو حنا ذكوه لي تشينكو أقونتو عجيب تشينكو ويكد ذا البذين قفك بني آذن كأ وحق أقونتي حق قد بنته إيقا بنامي كدك تبضان قولان ساحرينتا كورهم قف منكو أقون لي هاي مورا كنت بضانكو ما بضنا وحي أركان أرنتان دعضي مسكن هولهاني إن هولو قف ساحرة آن وحين مركو ورنا شك بها هي وحي إيمان بلي مادين آمنا وحويان مركي أي دعضي فالقى مفيدة فالقي سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ويسو تشوذين إلهي من رمين بي لهذين ربي موسى وهارون إلهها موسى هارون لبضا نرد قال لما يي إن أرنتها سأي دعضي ربي من سيه منه من سني ربي موسى وهارون فرعون بسوب ذوحولي قال آمنتم له قبل أن أذن لكم ورموحة وقراتيلين راعضان قلضان وذو سجودان أنا ولدين فصحن لو قطعنا أيديكم ورجولكم خلاف لقيني قعمي لمتان حيران قيدي ذكو حرد دونا بويري ولا أصل لبنكم أجمعين وذي صلبين دونا قبي قينبا وذي برين دونا يوحويان قدال ميل معتب وكرامان سيدا إذن كو حرد دونا بويري قالوا لا ضيرنا ربنا مقلبون محبنك ما قلوا حن نقوص ميسو بربادان إلها واحد كان نقول نقول إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا وحن لها كبرنا وحيانا ودنبك لنا سحري بلايا ودني إن الله سبحانه وتعالى التوبادي الدنب الداف وأنه قد يقول آمن كأن نقلنا يددك يقوه ريره بني إسرائيل أمرك حقي أركان إله سبحانه وتعالى النقضين سيدا سي داو ضيال قصة دا نبي موسى عليه السلام يقول ماتي إن شاء الله تعالى حلقة الصوت صعوتة هذه بنسي وذي الدونة يو حين كور من الدونة أرين قصة عجيبة والنبي عليه الصلاة والسلام للسحري أو يعني يا سحري سيدا لو سحري سيدا سحر كي النبي عليه الصلاة والسلام للسحري لو قد بتجي حديث كاس صحيح هاي تضبط إنك مرنسي هنا كله النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما سحر لما نسحر كريو أرين تصبح كلام كلام النبي ولا سحري سحر كي لو ولا شيء جاي وأنا للطبيبين صلوات الله عليه وسلم عليه يا سحري يا طبيبي لما دي سرود يسكت ويا يسود جم حي هاين إن شاء الله تعالى أبين دمك داوتان أي وحاسوك أرماها جوابه وذي هلي دونتان انت نهب الدم كل مدورنا إن شاء الله تعالى خير كتبية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالم إنك قصر.